مساء الخير واهلا بكم في المواجهه مع النفس. بما اننا لسه مستمرين في نقد وتحليل الدراما المصريه 2021، فخلينا نبدا حلقه النهارده بنوع من الدراما مختلف شويه عن النوع التقليدي اللي تعودنا عليه في مسلسلات رمضان. رغم ان قصص الخيال العلمي موجوده من زمان في السينما العالميه، الا اننا لسه بنعتبرها منطقه جديده وبيحصل عليها هجوم كبير احيانا بدعوى المبالغه وعدم الواقعيه، رغم ان الخيال العلمي اساسه هو عدم الواقعيه. لكن ما بالك بقى بقصة عن الوباء اللي شاغل العالم لتاني سنة، كورونا. قصة بتتوقع سيناريو أسوأ بكتير من السيناريو السيء اللي احنا عايشينه، وده اللي خلى كتير انتقدوا فكرة مسلسل كوفيد-25 وتوقيت عرضه في ظل حالة الرعب والفزع المنتشرة محليا وعالميا. كوفيد-25 هو واحد من أعمال يوسف الشريف اللي أعتقد أنه تعود على الهجوم والنقد السنوي المعتاد، ورغم كده ورغم ان المسلسل 15 حلقه بس، الا انه اثار جدل كبير بين المشاهدين وبين النقاد. سيكولوجيا ما ينفعش واحنا في رعب يتقدم لنا رعب أسوأ من الرعب اللي احنا في، كلنا في حاله رعب مع اختلاف الدرجه. اي حد يقول لك انا عادي، لا لا، العالم كله في رعب. وبعدين انا مش ضد هذا النوع من الاعمال الفنيه، لانه ده قطاع بيحبه، ولأنه جزء حميم من النفس البشرية إنها تشاهد فيلم الرعب وتترعب وتبقى متوحدة مع الشاشة، لكنها تكمل الساعتين. ليه؟ عشان في نداء داخلي بيقولك إن ده كابوس وهيخلص. المستوى التاني، أنت مقدم الزومبي وبتاع، شفناها في أفلام كتيرة معمولة أحلى، فداخل أيضا في منطقة يعني ايه اتعملت كتير. هل قدمت جديد؟ لا، مش ممكن نتكلم على وباء اللي هو مش معروف هو ايه اللي هو بيعمله، فيروس وبعدين بيقلبهم الى زومبي. كم الدم وكم الجثث والمنظر المؤسف ده، وكمان غير مبرر علميا، وكمان احنا في وقت احنا كلنا بنعاني من وباء اللي هو كورونا، فمش شيء لطيف قوي ان انا ازايد او العب بمنطقه زي دي دلوقتي، لان الناس مش هتبقى متقبله قوي فكره انها تتفرج على ده. فهو برضو منطق الاحداث مش موجود، يوسف الشريف هو اللي بيعمل كل حاجه، كل الحاجات بتتمحور حواليه، هو اللي بينقذ الطياره وهو اللي هينقذ البشريه من ذلك الفيروس الغامض. لا، انا شايفه انه حاجه ممكن يبقى مسلسل اطفال رعب، انا مش عارفه يبقى اسمه ايه. انا عندي اشكاليه مع البطل أنه ممثل ذو الرياكشن الواحد، وفكرة برضو الأعمال العائلية بتاعت الزوجة والزوج، وده اللي كاتب. يعني إحنا كنا ستايلست، بقت الزوجة كمان كاتبت سيناريو. على فكرة ما عنديش مانع، ممكن واحد يكون متعدد المواهب، لكن أحيانا ما بيبقاش متعدد المواهب لكن بيوضع في غير محله. فسيبنا من ده، أنا بتكلم على توقيت الحلقة، توقيت العرض. هذا مسلسل في غير محله كتوقيت عرض. أنا في وسط الكوفيد، أنا أعاني، العالم ناس بتموت، الناس بتفرفر في الهند، في ناس كتيرة جدا بتموت في مصر وفي العالم كله، الناس مرضى وعندهم حالة هلع من كوفيد. طب ومين كان يصدق الكوفيد إنه يتنقل بالسلام؟ يعني مش يمكن ده يبقى نوع من التوعية؟ لا، ده مش نوع من التوعية، لانك انت ما عملتش روشتة في الاخر خالص، ما قدمتش روشتة لكيفية مواجهة هذا الفيروس. انت بتعرض بس، انت بتعمل نوع من الفزع للناس بس، لكن انت في الاخر خالص ما قدمتش حلول، ما قدمتش نصائح، ما قدمتش ارشادات. في ناس بتهاجم يوسف الشريف على ادائه، بتشوفه ممثل كويس؟ انا بشوفه ممثل ضعيف جدا. أنا عندي مبدأ كده إن العمل الكويس بيعلن عن نفسه في أي وقت في أي مكان في أي زمان، حتى لو بيتعرض أوف سيزون الساعة 9 الساعة 5 الفجر، المسلسل هيتشاف لو هو كويس. وهو المسلسل متشاف، يعني المسلسل مش أسوأ حاجة، بس أنا يعني مش قادر أحدد هل ده ميس كاست، الكاست مش قوي بنفس الصورة، ولا عشان الأحداث غريبة علينا شوية، فإحنا دايما بنقارنها بنتفليكس والأعمال العالمية. بس يعني أنا بحس إن يوسف يشكر إن هو دايما بيحاول يروح للحتة الأجنبي اللي فيها الابتكار شوية. في أزمة بتفضل عند أي صانع محتوى أو أي حد بيقدم أعمال، إن أنا لو شاطر فأنا لازم أعلي على نفسي،
لازم ابهر الناس. فانت جاي ليوسف الشريف، شفت اليوسف الشريف بتعمله مش عاجبني، فانا طالما يوسف الشريف انا مستني ان هو يعلي على نفسه. يوسف ممثل شاطر، يوسف بيعرف يختار اعماله كويس اكتر ما هو ممثل شاطر. يعني احنا مش اصل في ناس بتهاجمه بتقول انه علاء ما اداؤه فلات شويه، ما بيعبرش قوي، ما لوش في الدراما يعني تراجيدي شويه. هو يقدر يعمل الدور صح، هي دي اهم حاجه. ممكن يبقى في حد شاطر جدا في التمثيل بس الدور يخيش معاه. بص، يوسف الشريف في الاخر من الناس اللي بينزلوا بجمهورهم. يعني انت عامل مسلسل حلو وعامل مسلسل وحش هتتشاف وهيتقال عليك شابوه، هيتقال عليك شابوه. فهو ليه الالترز بتاعه، هو وشطارته بقى انه يزود الناس دول. جمهوره ما بيقلش، يعني جمهور يوسف الشريف ما بيقلش، بس هو وشطارته بقى بيحاول يزود كل سنه. ومعاه ناس، يعني انا ايتن عامر من الناس اللي عجباني في المسلسل، احمد صلاح حسني عامل دور كويس، في ممثلين كتير، ادوارد، كذا حد. في ناس شايفه او بتهاجم طريقه تمثيل يوسف الشريف ان هو محتاج يشتغل على نفسه ومحتاج انفعالاته تبقى اكتر، وفي ناس شايفه ان هو مدرسه لوحده او ده ستايله كده والناس حباه على كده. ده يعني بص في الاخر هو المسلسل لا يستحمل ولا يستدعي ان يبقى فيه قدرات تمثيليه خارقه. وفي الاخر حتى جمهوره اللي دافع عنه لما حد قال الكلام ده، في مشهد بتاع موت ابنه جابه وعمله ونزله وسكرين شوت وهو بتاثر وبتقول عليه مش ممثل وانتوا بس اللي بتحقدوا عليه. بص، يوسف الشريف بالنسبه لي لغز. ليه؟ لغز بين كل النجوم. عشاق يوسف قاسيين جدا في حبهم جدا، وبالتالي دولت بيعملوا له باكينج مهما عمل، يعني احبه مهما اشوف منه. هو ده يوسف. انا بالنسبه لي ممثل متوسط الموهبه، ما اقدرش انفي عنده الموهبه، لكن مش متسع الموهبه، ما عندوش اتساع، ولكن له جمهور. انا بعتقد بانه يوسف الشريف ممثل جامد جدا في وشه، في تعبيراته، هو عامل زي التمثال اللي ما فيش فيه اي نوع من الحيويه او الحركه او فيه نبض بمعنى او باخر. يعني انا بعتقد بانه ممثل، يعني يعتبر ممثل درجه ثالثه، مش ثانيه حتى كمان. فانا بجد مثلا على مستوى التقمص ما فيش نوع من التقمص، على مستوى الاحساس الداخلي بالشخصيه ما فيش اي نوع من الاحساس الداخلي بالشخصيه. فكره التعبير بشكل ان وشه يبقى او لغه جسده يبقى فيها نوع من التعبير، ما فيش الكلام ده خالص. فكل دي نو. بس عنده شعبيه كبيره جدا، وشباب كتير في فئه عمريه بيحب يوسف الشريف وبيتابعوه باهتمام شديد. ربما من مسلسلاته اللي قبل كده، مسلسل يعني مش عايز اقول حاجه، يعني من اسوأ ما يمكن، اسوأ مسلسل في الموسم. اولا لانه هو بيتعرض لموضوع شديد الخطوره في الوقت الحالي، هو كوفيد 19 والاخطار اللي بتيجي من وراه. ويجي هو في الحلقات الأولى يقول إن اللقاح ده مجرد لعبة بتلعبها شركات الدواء العالمية لتحقيق أرباح. ده تأثيره سلبي جدا في وسط موجة الكورونا اللي احنا موجودين فيها، ومع جهود الدولة والدول والعالم ان الناس تاخد الفاكسين وان هي تحاول تحافظ على التباعد الاجتماعي، تحاول تحافظ على اجراءات الوقاية طول الوقت. ده شيء سلبي جدا. دي حاجة يعني في الاطار العام ما ينفعش احطها في عمل درامي في وسط ازمة. يعني اعتقد ان هي هيكون ليها. طب اداء يوسف الشريف، أداء نمطي جدا، أداء ما بيختلفش عن أي أداء سابق لي. مش أداءه هو بس، ده أداء الممثلين اللي موجودين كلهم بما فيهم الكومبارس. الأداء كله مفتعل. الشخصيات المصابة بالفيروس اللي بيتنقل بالعين، اللي هي برضو فكرة ساذجة جدا. وأنا عايز أقول لحضرتك، هو لا فكرة يوسف الشريف ولا سيناريو وحوار إنجي علاء، المسلسل من الحلقة الأولى للحلقة 15 مسروق من أكتر من عمل بالكدر وبالنص. هل مشاكل مسلسل كل ما نفترق لريهام حجاج واللي ظهرت بينها أو قيل إنها موجودة بينها وبين آيتن عامر أثارت فضول المشاهدين وشجعتهم إنهم يتابعوا العمل، ولا حصل العكس والناس أخدت موقف سلبي ضده؟ الخناقة اللي حصلت مع ناس كتير في المسلسل، سواء مع آيتن عامر مع المخرج، بغض النظر مين الصح ومين الغلط فيهم، الحاجات اللي حصلت في بداية المسلسل ده خلت الناس تقول يا جماعة الناس دي أصلا مش صافية من بعض وفي مشاكل ما بينهم، فإحنا نتفرج على المسلسل إذا كان هما ما بيحبوش بعض فإحنا هنحبهم ليه؟ أنت كناقد شايف المسلسل قوي؟ لا، المسلسل مش قوي. لا،
فكرة تغيير أكتر من مخرج بان كمان في مشاهد تلاقيها منورة ومشاهد تلاقيها ظلمة ويعني الحلقات فيها مشاكل كتير. لكن أنا برضو رهام من الناس هي ممكن ما تكونش موافقة السنة دي بس فكرة برضو الترند اللي طالع اللي دي ما بتعرفش تمثل لا هي رهام عملت حاجات كتير كويسة يعني رهام دي في سجن النساء ما حدش يقول إنها مش ممثلة كويسة في يونس ولد فضة ما حدش يقول إنها ممثلة مش كويسة في مولانا مع عمرو سعد ما حدش يقول إنها ممثلة مش كويسة فهي مش ممثلة مش كويسة بس ممكن ما يكونش حليفها التوفيق السنة دي. المشكلة عند رهام في حاجتين إنها تجيب كاتب يبقى في اتفاق مع كاتب عنده قضية وقضيته ليست تنجيم البطلة قضية وهي تبقى من خلال القضية تبقى موجودة ده رقم واحد. رقم اتنين يبقى في مخرج زي كاملة أبو ذكري ما بقولش إن كاملة فقط تامر محسن في مستوى كاملة أبو ذكري محمد برافو عليك محمد ياسين وفي أسماء أخرى يعني آسف إذا مخرج كبير أنا ما ذكرتش اسمه مش قاصد لازم مخرج كبير يقودها فيطلع منها زي ما انت قلت فعلا انا دايما استشهد بسجن النساء ريهام كانت ممثله وممثله هايله ليه عشان في عين ريهام حجاج ممثله شاطره لا قولا واحدا لا اهو لحد دلوقتي ما لقيتش الشخصيه اللي الناس تحبها فيها زي بس مثلا سجن النساء ريهام حجاج عملت دور قوي جدا سجن النساء عشان ما كانتش بطله المسلسل وكان حواليها نجوم يقدروا يساعدوها لكن ان هي تطلع لوحدها في مسلسل عايزه تبقى كل حاجه يعني اتفرج على الحلقه هي طالعه ثلاث ارباع الحلقه بكذا شخصيه ودور الصعيدي اللي هي طالعه فيه يعني ما دربتش عليه ما مرتش عليه نهائي دور الصعيدي اللي هي عاملاه دور يعني ما عامل زي بالظبط كان طفل صغير شاف شخص صعيدي في التلفزيون فراح يقلده المسلسل ما اتخدمش باي صوره الحاجه الوحيده الكويسه في المسلسل هي المزيكا بتاعته ريهام الحمد لله هي استولت على المسلسل كله فما فيش كتاب وما فيش مخرج وما فيش اي حاجه فيش غير ريهام حجاج ومشاكل مع كل الوسط وما اظنش ان التجربه دي هتكمل تاني يعني ما فيش مسلسل ما فيش اي حاجه حتى يعني كان محمد طاهر عامل بوست لطيف على صفحته انه بعد 19 ساعه من بوست ليها ريهام حجاج على صفحتها في 84 رياكت يعني حتى الناس من كتر سوء المسلسل يعني مش عارفه تعمل تفاعل على صفحتها بس ريهام عملت ادوار حلوه يعني عملت سجن النساء دور قوي السنه اللي فاتت كان مسلسلها مع محمود حميده وخالد النبوي برضو من المسلسلات اللي حققت نجاح فيمكن دي كبوه زي ما بتحصل مع اي حد يعني لانه في خالد النبوي وفي محمود حميده ده مهم جدا خالد النبوي اسمه مهم جدا جدا في شغلانة التمثيل في تاريخ مصر محمود حميدة طبعا مين يعني 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 مين يقف قدام محمود حميدة وما ينجحش ما هو يعني لو 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 ما حدش وقف قدام محمود حميدة وما نجحش يبقى دي مصيبة في الاخر ده واحد من آلهة التمثيل في المنطقة كلها مش في مصر بس يعني انت شايف ريهام حجاج ما تشيلش مسلسل لوحدها لا طبعا يا فندم ريهام حجاج دور تاني دور تالت لكن عمرها ما تبقى رقم واحد ريهام حجاج موهوبة لكن عليها أن تدرس تذاكر إيه اللي غلطت فيه ريهام حجاج جوه المسلسل؟ لا هي غلطت بره المسلسل إزاي؟ المسلسل. يعني أنا بالنسبة لي الحقيقة لما أعرف إن المخرج وكاتب السيناريو وجزء من الإنتاج تركوا المسلسل وما كملوهوش يبقى في مشكلة لما الممثل أو البطل هو اللي منتج العمل يبقى في مشكلة لما الممثلين يتخانقوا مع بعض على السوشيال ميديا لأنه أحدهم بيتخانق مع التاني يبقى في مشكلة لما يبقى أنت أمام مجموعة مشاكل لا ريهام حجاج دي يعني تاخد صفر السنة دي لأنه أولا هي بنت حلوة جميلة تنفع كويس جدا في الادوار الرومانسيه لكن تعمل اربع شخصيات مركبه دي كان فيها نوع من التحدي اللي ملوش اي مبرر والمشكله كمان انها كمان ايه كمان لا تتمتع بخلق قويم في المشاكل اللي عملتها والاضطرابات اللي عملتها داخل البلاتو مع زمايلها بعتقد بانها بترشحها لانها تبقى اسوأ ممثله في هذا الموسم ده من ناحيه تانية كمان ان ده مش مجتمع الصعيد ان ده حتى ان المكياج اللي بتعمله ده غير متسق تماما مع الشخصيات
ان هي طريقه ادائها اصلا فيها نوع من المبالغه اللي بتقع فيها بتخليها ما بتعرفش تتكلم، ولو اتكلمت ما بتعرفش تنطق الحروف صح، ولو نطقت الحروف صح ما بتعرفش تعبر عن اللي جواها. تبطل تمثيل، ما عندهاش قبول ومفيش فايده، ونزلت على كل القنوات وعملت التجربه دي السنه اللي فاتت وما نجحتش، وكررتها السنه دي وبرده ما نجحتش. مش بالعافيه. بس هي نجحت السنه اللي فاتت، المسلسل كان فيه الفنان محمود حميده وخالد النبوي، وكان مسلسل ناجح جدا. لا 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 لا، الناس ما اتفرجوش على ريهام حجاج. اللي شال المسلسل السنه اللي فاتت محمود حميده وخالد النبوي. طموحها الشديد زواجها من راجل اعمال غني، وان هو ينتج لها من الباطن، فطبعا ده من الاسباب اللي خلاها طبعا تتفرعن على كل زمايلها وتقدم مسلسل وتقدم كل ادوار وتعمل ادوار غريبه، ادوار محتاجه ممثله. انت لسه تفاح اخضر، انت لسه ما استوتيش، انت لسه بدري عليكي انك انت تعملي 3 ادوار وتقنعي الجمهور بيهم. عندنا كتير قوي لا يستحق هذه البطوله مطلقه، يعني مع احترامي لاحمد رزق، مع احترامي لاحمد صلاح حسني، مع احترامي لمحمد رجب، مع احترامي لزينه، مع ريهام حجاج، في كم شخصيات احنا مش عارفين هم باماره ايه تصدروا افيشات. احنا زمان كان النجم بيتصدر بناء على الايرادات اللي هي ايرادات السينما، فبالتالي في مؤشر يقدر يقول اه ده نجم، لكن انا مش عارفه هم نجوم باماره ايه. دايما بنتكلم عن السينما والدراما ودورهم كقوة ناعمة، لكن ساعات الدور ده بيكون سلبي، خصوصا لما بيشكل صور ذهنية لمهن معينة بشكل مختلف تماما عن الحقيقة. يعني غالبا بتلاقي الطبيب النفسي وكأنه هو المريض النفسي، والمسيحي بتلاقيه مختلف عن المسلم في طريقة كلامه معرفش ليه، واليهودي غالبا أخنف وظهره محني. لكن الصورة الذهنية الأخطر واللي مازال كتير من صناع الدراما مصممين عليها هي صورة رجل الأعمال، واللي لازم يكون بيعمل أي حاجة غلط، نصاب، تاجر سلاح، تاجر مخدرات، ولازم يكون عنده بادي جاردات وكلاب حراسة، وبيدير كل شغله المشبوه من على حمام السباحة. حتى علاقاته النسائية غالباً بيكون فيها زوجة خاينة، أو هو اللي خاين، أو هما الاتنين خاينين، وده أكتر ما بيضر رجال الأعمال نفسهم، فده بيضر الشاب اللي بيحلم يبقى رجل أعمال ناجح، لأنه لما بيتفرج بيحس إن الغلط والحرام هم الطريق الوحيد للنجاح ده، غير إنه بيخلق أحقاد وصراعات مجتمعية إحنا في غنى عنها. طب يا ترى هل الدراما السنة دي قدمت نفس الصورة النمطية عن رجال الأعمال في مصر؟ ولا اتغيرت شوية؟ هو ليه رجل الأعمال في الدراما المصرية أو الغني بصفة عامة في الدراما المصرية يا تاجر سلاح يا تاجر مخدرات يا مفتري يا فاسد يا مراته بتخونه يا هو بيخونها، فكرة الستيريوتايبس اللي مسيطرة على كتاب الدراما، هل دي بتجيب مشاهدة، بتعجب، بتريح الناس؟ ما اقدرش اقول انها بتريح الناس او بتتعب الناس، بس انا اقدر اقول لك انه اعمال هذا يعني الموسم كان في اعمال كتيرة في المواسم السابقة، لكن السنة دي في حالة عامة كده من انه كل سكان الكومباوندز ناس اخلاقياتهم وضيعة في الدراما، مش في الحقيقة، يعني مش بتكلم في الحقيقة. بيعملوا ده عشان يطمن اللي ما عندوش فيلا في كومباوند ان انت احمد ربنا، انت ربنا بعدك عن الناس دي، وان كل الفقراء او اغلب الفقراء هم الناس الطيبين الكويسين الحلوين الجدعان. والحقيقة ده منطق درامي خاطئ، وايضا منطق حياتي خاطئ، لأنه ليس كل الفقراء ملائكة ولا كل الأغنياء شياطين. رجل الأعمال في الدراما أنا بشوفه أنه هو مش حقيقي، ورجل دايما بيطلعوا رجل الأعمال أنه هو زعيم عصابة، أو وراه دايما وراه فساد، وفي الحين الواقع بيقول لنا ان في رجال اعمال على درجه كبيره من الشرف وعلى العفه وعلى درجه كبيره من الاخلاق والالتزام والتدين. فبالتالي الدراما وخاصه الدراما الرمضانيه لا تسلط الضوء الا على النماذج الفاسده من رجال الاعمال. في لازمه سيئه جدا او سلبيه لازمه رجال الاعمال دي، ان هو بقى فيه نوع من القصور الفخمه، بقى فيه نوع من الفلل، بقى فيه نوع من حمامات السباحه و
ورفاهية، وبيصور لك المجتمع المخملي بطريقة بتستفز شعور المواطن البسيط. طب وليه ما يعملوش رجل أعمال شريف وعظيم ورجل خير ويعمل ويطلع منه نقاط إيجابية أصلا تفيد المجتمع؟ إيه اللي يخليه يعني إيه ما فائدة إنه يكشف رجال الأعمال الفاسدين؟ إيه اللي هيعود على المواطن؟ اللي بيعود على المواطن إنه تقدم له نموذج يحتذى به، مش نموذج سلبي. بداية من 2010 حتى هذه اللحظة، يعني احنا بنتكلم في 10 سنين، حصل تطور كبير جدا في الدراما. الأشكال النمطية اللي نقدر نقول إن هي كانت منتشرة جدا من أواخر الثمانينات لغاية أول 10 سنين من الألفية الجديدة اختلفت تماما. الصورة النمطية للرجل الأعمال ده مش موجودة. ممكن حاجة بقى تلاقيها فين؟ تلاقيها في أحسن أب مثلا، الشخصية النمطية بتاعت رجل الأعمال الفاسد اللي مش عارف بيعمل ايه وبيتهرب من الضرائب، اللي هي الصورة الساذجة دي موجودة في أعمال هي اوريدي ضعيفة من حيث الكتابة ومن حيث الأداء عموما بشكل عام. لكن المسلسلات الجيدة هتلاقيها مختلفة تماما. يعني لو حاجة بسيط مثلا كمثال على ضد الكسر، هتلاقي ان هو مطلع شخصية سيدة أعمال نجحت من خلال كونها فلوجر، فود فلوجر، بس وطلعها سرقه برضه في الاول، او بدايتها كان سرقه. هي سرقت في الاول، يعني خبطت خبطه في الاول، ولكن شهرتها ونجاحها والفلوس العظيمه اللي هي كونتها كان نتيجه ايه؟ نتيجه ان هي بتعمل فيديوهات اكل على السوشيال ميديا، وده المصدر الدخل الرئيسي اللي خلاها مليونيره. فالفكره ان الصوره النمطيه حتى لرجل الاعمال والبيزنس اللي بيتعمل اختلف. هي الفكره دايما انه الدراما ما بتهتمش بالطيبين، يعني انت محتاج دايما الاشرار، محتاج الناس اللي عندهم كلاكيع. دي طبعا مشكله، علشان كده مثلا الناس كلها عماله تتكلم على خلي بالك من زيزي، اللي هو ايه ده ايه ده، احنا اول مره نشوف الرجل المحترم اللي هو هشام عسل، اللي هو على فكره علي قاسم من الناس الموهوبه جدا جدا يعني. فاللي هو ايه ده، هو لطيف وراجل جنتل ومحترم وطلقها والدنيا جامد، يعني في كده فايب اجتماعيه لطيف. فانت شايفه ان المبالغات دي او الشر هو ده اللي بيشد الناس اكتر؟ بيشد، لانه هو ده اللي فيه دراما. كل شيء راجل الاعمال الفاسد اللي مش عارف ايه، اللي هو بيعمل كل المبوقات اللي في الدنيا، متكرر طبعا كتير. ليه بقى اشمعنى ده بيحاربه او يعني خلاص بقى مستمر معانا؟ بص، احنا عندنا للاسف احنا عندنا طبقه من رجال الاعمال هي نفس النموذج ده بالمناسبه، بس ده ما يخلينيش اقول ان طول الوقت ان كل رجال الاعمال كده. يعني احنا عندنا طبقه ظهرت منذ الانفتاح هي بتعتمد منطق الفهلوه. السنة دي قليل فكرة حمام السباح الحقيقة والكلاب والفتوات، بس الحقيقة كمان هو مفيش، أنا بقعد دلوقتي يعني بفر 26 مسلسل، مفيش رجل أعمال شريف تقريبا، مفيش رجل أعمال فلوسه دي مش من المخدرات ولا من الأفيون ولا من تجارة السلاح ولا من الأثار. يعني بفكر كده مفيش رجل أعمال شريف نهائي. يمكن النموذج المختلف هو اللي عامله الشيخ مؤنس، هو ايضا رجل اعمال بشكل او باخر، وشفناه عنده سوبر ماركت عظيم وبتاع طموح اخر، لكن الاعمال الاخرى اغلبها رجل اعمال، هو رجل اعمال اللي عنده فريق بيلعب لحسابه وبيقدر يحط لك حته حشيش، اللي هي الحاجات التقليديه دي اللي عشنا عليها من 100 سنه. ده بيتعمل بره كتير على طول، نفس الفكره، نفس الرجل العصابه اللي بحواليه 10 جردات وبنات على المركب وبتليفون بيفرقع الدنيا، بس هي انت الدور هتخدم لي عليه بايه؟ هل انت هتديني مثلا تفاصيل في الدور فاقدر اتقبل ان انت هتديني شخصيه كده؟ لان الشخصيه ممكن تبقى مش مقنعه وانت مش عارف. بس بره بنشوف رجال اعمال عاديين، واحد غني، لكن انت دايما هنا بتحاول تطلع لي ان غني يبقى فاسد. بنتكلم على التيمه الكامله. ده مش في هنا بس، ده في كل حاجه موجوده. يعني غالبا بيبقى مختل نفسيا، غالبا بيبقى عنده عقده ما، غالبا بيبقى شرير، ما تلاقيش رجل اعمال. واذا كان رجل اعمال صالح ده نادرا ما بيتقدم برضو. في الاخر انت الشرير شر مطلق والصالح صالح بشكل هستيري يعني، فبالتالي بتقدم شخصيات كاريكاتيريه. يعني انا ما شفتش شخصيات بتاعتنا او شبهنا. لا، ما انت اكيد تعرفي رجال اعمال على الحقيقه، بتشوفيهم على الشاشه؟ لا، ما بشوفهمش طبعا. بس اشمعنى دول اللي هشوفهم؟ انا ما بشوفش حاجات كتير يعني. هي في الاخر انت
جاري ورا ان انت تعمل شخصيه كاريكاتوريه مبهره. يعني بنشوف دايما المشهد اللي بقى كليشيه، مشهد النجمه بتاعتنا وهي نازله من الطياره الخاصه بتركب السياره اللي احنا مش عارفين ماركتها، وكلهم بقوا بيتباهوا بالبراندات، وده ما كانش موجود قبل كده. ما اعرفش شنطه البطله المفروض تبقى ايه، فبقيت لا الشنطه لازم تبقى ماركه، والمكياج بقى مش عارفه جاي منين. وفي الاخر انت بتقدم شخصية هي النجمة عايزاها، عايزة تظهر بيها، عايزة تلبس الفستان الفلاني اللي هي جايباه بكام. رغم التاريخ الطويل للدراما والسينما المصرية، بس لو حسبنا نسبة البطلات اللي نجحوا في البطولات المطلقة هنلاقيها نسبة محدودة جداً. هي ياسمين عبد العزيز واحدة من البطلات دول، لأنها قدرت تشيل أعمال سينمائية ودرامية لوحدها تماما. والجديد بقى إنها نوعت في الأعمال دي وسابت الكوميديا فجأة، وعملت دور رومانسي ناجح جدا السنة اللي فاتت في شراكة مع مخرج شاب هو مصطفى فكري ومساعده محمد الخبيري وكاتب موهوب ومتمكن زي عمرو محمود ياسين. عمرو ساعد ياسمين في الخروج من قالب البنت الجدعة مدم خفيف وقدمها في دور عاطفي مختلف تماما. السنة دي بقى الجديد هو مشاركتها في البطولة مع نفس الفريق ده للنجم أحمد العوضي بعد جوازهم وبعد قصة حب شهيرة. لكن هل حقق نفس الفريق نفس النجاح، ولا النقاد كان لهم رأي تاني؟ اللي مالوش كبير، كنا بنتكلم على فكرة يعني عمرو محمود ياسين كان عامل بالحب تاني ليه، كان فيه يعني ايه رهان على حاجة. المرة دي الرهان عنده ان انا هقدم كل الحاجات اللي انتوا فاكرينها وعارفينها وحبتوها، هقدمها بس بطريقتي شوية. فكل المشاهد اللي انت بتشوفها، نخش السجن، المرأة المتجوزة رجل والرجل التاني بياخدها منه وتعملت كذا مرة، ويبتدي بقى العنف وحنعمل كذا، وواحد ينتحر تك ويرمي لك حتة مخدرات في الشنطة عشان اللي عمله خالد كويس عشان يدخلها السجن، وانا قلت لك هتتلقي كله احنا عايشين في دراما سابقه التجهيز. لكن في حاجه اسمها جيد الصنع، فهو جيد الصنع لكن ليس لديه طموح بره ده. طبعا تم تدشين نجوميه العوضي، شايف العوضي تنجم في اللي ملوش كبير او خد خطوه جيده لولا ان ياسمين حابة تعمل ده ما كانش اتعمل. يعني لازم نقول ده يعني ارادة نجمة، ما فيش حد بيقبل ده. طبعا المفروض ما يبقاش الخطوة التانية مع نفس النجمة. هل سيكمل؟ هل سيجد نجمات اخريات يوافقنا؟ اشك. انا شايف ان هو مسلسل جيد جدا. عمرو محمود ياسين سيناريست نقدر نقول ان هو اكتر من جيد، قدر ان هو يعمل قصة لطيفة جدا، يتعرض لمشكلة مجتمعية محدش بيتكلم عنها وهي العنف الزوجي وتأثير ده على الست وعلى الأسرة، وفي نفس الوقت لمس على خط البلطجة والإجرام، تفاصيل كتير جدا كانت جيدة. يمكن ده من أوائل الأدوار اللي بشوفها لأحمد العوضي بيعمل فيها أداء تمثيلي جيد. اللي ملوش كبير ده مسلسل سيء إلى أبعد الحدود، في إنه كمان بينتقص من صورة المرأة المصرية بشكل كبير جدا. أنا بعتقد بأنه كمان يعني كمان فكرة البلطجة أو العنف من جانب أحمد العوضي بعتقد بأنه صحيح أن هناك جمهور كبير جدا أو قطاع كبير من الجمهور بيقبل على هذه النوعية، ولكن للأسف الشديد جدا في زمن غير الزمن. اللي ملوش كبير ما عجبش حضرتك فيه أي حاجة؟ لا ما عجبش فيه أي شيء على الإطلاق. حضرتك انتقدت العنف ضد المرأة. أنا بعتقد أن العنف ضد المرأة، لأنه كمان أن المرأة تسحل وأنه تضرب وإن تهان بهذه الطريقة، واخد بالك، وفي نفس الوقت كمان تستأجر واحد علشان يقتل جوزها، ده منطق مغلوط، وده منطق ما يؤديش إلى هدف أو رسالة نبيلة. اللي ملوش كبير هو نفس ثلاثي ونحب تاني ليه. هذا الثلاثي السنة دي كان أقل كثيرا من ونحب تاني ليه، لأنهم
عارف جم يقدموا موضوع مهم جدا، وموضوع اللي هو العنف الأسري والعنف الزوجي، فالموضوع باظ منه وما يدروش يقدموه بصورة كما يجب أن يقدم. يعني هفكر الإخوة المشاهدين بقد إيه عظمة الفن المصري. يعني إحنا في الخمسينات شفنا فيلم دعاء العظيم، فيلم دعاء القروان، وشفنا خال هنادي وهو بيقتل هنادي، لم نرى نقطة دم واحدة، ولكن الإحساس بقتل هنادي وصل لنا كلنا، وعرفنا إن هنادي خالها قتلها. وبالتالي إحنا عايزين في الدراما إن إحنا نقدم هذه النماذج بدون العنف المباشر والفج اللي ظهر في اللي ملوش كبير، لأنه كان عنف حقيقي. يعني عارف تحس إن المخرج بيديك ألم وانت قاعد تتفرج. الحقيقة في مسلسلات ما كانتش تستحق أنها تستمر 30، يعني لم يفيدها فكرة 30 حلقة. يعني أنا برضو من الظواهر اللي كنت سعيدة بيها جدا فكرة أنك أنت قدام 15 حلقة كفاية جدا. أنا شايف أن هو كان يتعامل حاجة زي نصيبي واسمتك، 5 حلقات أو كبير وقوي 10 حلقات، لكن أكيد أكيد مش 30 حلقة، لأن حتى خالد الصاوي اللي هو فضلنا نقول هو ده نقطة الصراع الأخرى أو الشر اللي في الجانب الآخر، يعني حتى ده مش مات، ومات بشكل مباغت. فبالتالي لا، 30 حلقة أنا مش هقعد أشوف هي يا ترى هتتطلق ولا مش هتتطلق، يا ترى هو أحمد العوضي اللي هيكسب ولا أحمد العوضي مش هيكسب. أنا من المفاجآت الحلوة بالنسبة لي ملوش كبير، أنا في رأيي من أحسن 4 مسلسلات أو 5 مسلسلات السيزن ده. عاجبني في أحمد العوضي ذكائه الحقيقة، إنه عمل ماركتينج لشخصية الخديوي من قبل رمضان، عمل فكرة على الله حكايتك، رسخها في دماغ الناس، عمل خلى كل مغنيين المهرجانات يتخانقوا عشان يعملوا كليبات على كاركتر الخديوي. حتى الجمل اللي الناس انتقدت فكرة إنه جمل الفتوة والبلطجي والكلام ده، هو عاملها فريش. يعني ياسمين عبد العزيز نجحت؟ انا شايف انه من احسن الادوار اللي ياسمين عبد العزيز مثلت فيها السنة دي. ناس كتير تقول لك انه انا مش عارفة هي ساعات تبقى من الجيارة وساعات تبقى ست إليت وساعات، ما هو ده كاركترها. هو واحدة ست كانت من الجيارة فعلا، وفجأة لقت نفسها متجوزة ملياردير، أول حلقة نزلة تعمل شوبنج 1,000,000 جنيه، فطبيعي يحصل لها ده، طبيعي. كمان نقلت لينا أكتر من فكرة العنف الزوجي اللي كان بيحصل ما بينها وما بين جوزها، فكرة إنه أهلها بايعينها. يعني في المشهد اللي راحت فيه لما اتسجنت، ما فرقش معاها انها مسجونة ظلم، ولا انها حد حط لها مخدرات ولا كل الكلام ده، قد ما كان فارق معاها ان ابوها هو اللي بقى اول حد يزورها، تحس ان اهلها بيحبوها مش بايعينها وسايبينها. افهاته اللي الناس بتردده على الله حكايتك والكلام ده، ده نجاح للمسلسل ولا ده سوشيال ميديا تقليدي؟ لا لا لا، هو طبعا الخديوي قادر يفهم الجمهور، وعشان يكمل لازم الخطوة التانية ما تبقاش مع ياسمين، ومش شرط تبقى النجمة من بحجم ياسمين. ياسمين نفسها تألقت ولا ما كانش أفضل أدوارها؟ ياسمين ما كانش يهمها، كان يهمها حاجة واحدة، إنه العوضي تدشنه كنجم، ونجحت. أنا بحب ياسمين عبد العزيز وبحب أحمد العوضي، كلنا بنحبهم، بس المسلسل شايفه ازاي؟ ياسمين السنة دي عملت دور حلو جدا، ولكن في لما كانت في الكوميديا مش ما كانتش بنفس قوة أدائها الدرامي، فدي حاجة محيرة. هل أنا أديها رقم عالي لأنها في الدراما أثرت فينا كلنا ولمستنا كلنا، وهي في السجن كان مقدمة مشاهد عظيمة جدا لما كان خالد الصاوي بيضربها في أول المسلسل؟ فأنا يعني ياسمين عجباني قوي في المسلسل. أحمد العوضي عكس الفيديوهات اللي انا بفضل اسخر منه طول، الناس تقعد تقول لي انت بتقول هنا كلام وهنا كلام، انا شايف ان احمد العوضي ركب الشخصيه كويس، هي المشكله في الورق. ودي برضو فكره ان السنه دي انا بقول ان السيزون ده سيزون اللعب على المضمون، كله بيجري على الحاجات اللي بتاكل مع الناس. في تطور في السيناريست عمرو محمود ياسين، تطور مهم في مسلسله اللي ملوش كبير. ياسمين عبد العزيز نجمه بتقدر تخرج من القوالب بسهوله، هي ارتبطت في أذهاننا بالبنت الشقية الكوميدية، لكن قادرة تخرج من ده من أول مسلسل السنة اللي فاتت، والسنة دي أهو نموذج مختلف خالص. هل في الدور ده نجح أحمد العوضي؟ هو طبعا في الدور ده نجح، لأن هو
واخد القالب صح جدا، واحنا شفنا النماذج دي في حاجات كتير، وخاصه يعني نماذج البلطجيه المشهورين اللي خاصه اللي اتعرفوا للاعلام من بعد الثوره، فبقينا نعرفهم واللي اتمسكوا في قضايا شهيره وحاجات من دي، فعرفنا النماذج دي وشفناها. ياسمين عبد العزيز عندها كاريزما، ياسمين عبد العزيز عملت دور حلو قوي هي والعوضي، الأستاذ خالد الصاوي عمل مشاهد من أجمل ما يمكن. لو تفتكر المشهد بتاعه وهو واقف قدام المراية وقال هي ليها حق تكرهني، عمل مسرح، عمل أداء مسرح خالد الصاوي. خالد سرحان كمان أدى دوره حلو قوي، أحمد العوضي كان لايق عليه الدور، ودينا فؤاد كمان أدت الدور كويس. كتابة عمرو محمود ياسين كاتب سيناريو صح، وكاتب اللي تقوله الشخصيات، وعنده فكرة في دماغه وماشي بيها. أداء ياسمين عبد العزيز شايفه وتديله كم من 10؟ راجع، أنا أديها 6 من 10، لأنها السنة اللي فاتت كانت رائعة، كانت رائعة، كانت عاملة قصة رومانسية بديعة جدا ورائعة. إنما في هذه السنة هي حصل نوع من الارتباك، ربما يكون ارتباطها بأحمد العوضي إلى حد كبير جدا، ما حصلش نوع من الكيمياء الخاصة بينه. مين تاني عجبك في اللي ملوش كبير؟ مين لفت نظرك؟ محمود حافظ عامل دور، وخصوصا في النمر، وهنا هو عامل يمكن الدورين شبه بعض، البطل هنا وهنا ممكن يكون الدورين شبه بعض، بس انا شايف ان هو مقدم دور السنه دي قوي جدا، من احسن الادوار اللي تلفت انتباهك. الدنيا ما عجبنيش ادائها، هي سواء هنا او في المداح حاسه مبالغ فيه شويه، بس انا خالد الصاوي ومحمود حافظ الاثنين عجبوني جدا. خالد الصاوي هايل في المسلسل ده، يعني عمل واحد من احسن المشاهد اللي اتعملت في كل في رمضان، في المشهد اللي انتحر فيه خالد الصاوي. لا ما فاجئنيش، لانه هو خالد، يعني هو خالد الصاوي ده العادي بتاعه يعني، فما ما ينفعش انه لا يفاجئني لك مشاهد دايما، بالعكس هو ده اللي بنتظر منه. هي مشكله خالد كمان انه تخن شويه، فبقى عنده الكلام في شوية صعوبة، بس برغم كده أداؤه يعني خالد الصاوي. خالد الصاوي جوكر، وخالد الصاوي مبدع، وخالد الصاوي لو ما كانش موجود في المسلسل ده ما كانش هنتكلم على المسلسل من أصله، لأن ما كانش فيه دراما تشيل كفاية. لا خالد الصاوي الحقيقة كان مالي مركزه ومدي كده بهاء وعمق وحاجات قوية جدا الحقيقة. أنا ما مين لمع مع خالد الصاوي في اللي ملوش كبير؟ إيمان السيد، الناس حبت الحالة الكوميدية اللي هي برضو المنطقة الأمينة بتاعت إيمان السيد. احنا من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي إيمان السيد ما اختلفتش كتير. دينا فؤاد أول مرة أشوفها بشكل شعبي وبشكل بتحب جوزها بجد وتدعو للشفقة يعني والمحبة. ابن عمرو محمود ياسين اللي هو الشاب المفروض هو أخو أحمد العوضي، الولد هايل هايل حقيقي، وتصدق فيه جدا، هو عايز يبقى لن أعيش في جلباب أبي، أنا مش عايز أبقى زيك، بس الحقيقة إن هو كان هايل. لفت نظري خالد سرحان، وخالد سرحان كمان في مسلسلات تانية كمان رائع. هو خالد سرحان راجع بقوة، أو يعني غير جلده شوية، طلع من الكوميدي اللي يمكن كان قعد فترة طويلة فيه. هو دلوقتي بيخلط بين الكوميديا والتراجيدي، يعني بمعنى انه حتى في المسلسل ده بتاع اللي ملوش كبير يعني ظهر بشكل كبير جدا، كمان ظهر في المداح. طول عمر الجمهور متقسم لمستويات ثقافية واجتماعية مختلفة، ومش كل الناس بتحب تروح الأوبرا وتلبس بدلة وكرافات. في جمهور كبير جدا اسمه جمهور الترسو، الجمهور ده اللي بيقدر يوصله بيعمل شعبية رهيبة. هذا الجمهور له خلطة معينة، أول مكوناتها الجدعنة، الشهامة، العضلات، نصرة الضعيف ومقاومة المفتري والظالم. فكرة البطل الشعبي اللي قدمها الملك فريد شوقي بمعلمة واشتغل عليها نجوم كتير كانت هي فكرة مسلسل ملوك الجدعنة، بس بدل البطل الشعبي بقوا بطلين، بقوا نجمين لهم جماهيرية كبيرة، وقرروا يعملوا بطولة مشتركة. عمرو سعد ومصطفى شعبان حاولوا يخرجوا من الشكل التقليدي لهم وراحوا المنطقة النجاح فيها مش صعب قوي، خصوصا لأنهم استعدوا كويس بالعضلات والإفهات اللي بتعجب سواقين التوك توك والميكروباص.
لكن هل نجحوا في النهاية في تقديم الخلطة الشعبية المظبوطة في ملوك الجدعنة؟ ملوك الجدعنة هو مسلسل نجح جماهيرياً، وخلينا نتفق لأنه في ناس كتير شايفين أنه أقرب ليهم، وإحنا عندنا يعني طبقات الشعبية في البلد كتير وحتت كتير بتحب تتفرج على المسلسل. أنا المسلسل عجبني فيه حاجات ما عجبنيش فيه حاجات. عجبني فيه الروح اللي كانت ما بين عمرو سعد ومصطفى شعبان، حاسس أنهم عايزين ينجحوا، عايزين يعني حاسسين أنها مغامرة وعايزين ينجحوا فيها. في حاجات كتير ما عجبتنيش في المسلسل. فكرة اهم حاجه فيهم طبعا دقن وليد فواز، طبعا من الحاجات اللي كانت بتقفلني في المسلسل فكره المجاميع اللبنانيين، برضو كنت بحس انهم مستغربين كده، يعني ده اكيد مش في حاره، الراجل الجان ده مش عندنا في حاره. لكن اكتر حاجه ضايقتني فكره انهم كانوا بيتحايلوا على الناس انهم يعيطوا، دي حاجه ما حبيتهاش في المسلسل. يعني فكره ان انا اعمل مشهد غسل لطفل عندها 9 سنين عدناها، اروح بعديها مصور في افتح قبر واصور فيه والاقي جثث محطوطه وراه، وبعد كده اجيب امي اطلعها من النعش وهي بالكفن واقعد احضنها. فكره ان انا والنبي يا استاذ اللي بتتفرج علينا عيط، عايزينك تتاثر. كتالوج مبالغات، اللعبه على المفردات، الصراع بدا بين الطرفين على الافيش، من يسبق مصطفى ولا عمرو، واستمر مصطفى شعبان ولا عمرو سعد. هتلاقي ان حتى في يعني توازي بشكل او باخر استمر داخل المسلسل، كل واحد عايز يسرق الكاميرا من الاخر. ايه المسلسل؟ انه بيعمل حاجه جماهيريه من وجهه نظره، شعبيه، تيمه شعبيه، ما اعتقدش انه اكتر من كده. تجاوز بقى في كلمه في مشهد، ده موضوع تاني. هو اكتر مسلسل استفاد من فكره الديو في السيزون السنه دي، عندنا فكره 15 حلقه وفكره البطوله الثنائيه، دي ما كانتش موجوده زمان، فهو اكتر مسلسل استفاد من الحوار ده، لان انا ما توقعتش ان عمرو سعد مع مصطفى شعبان هيدوني مسلسل كده. بس هو المسلسل فتحت منهم بقى في اخر كام حلقه، المسلسل قلب كوميدي، يعني انا بتفرج بس عشان اكتب الملاحظات بتاعتي، بس ما بقاش فيه متعه في المسلسل. يعني المسلسل من بعد المشهد اللي توفت فيه دلال عبد العزيز وهي تقريبا قدمت احسن دور في المسلسل ده، انا مش مقتنع بالمسلسل. المسلسل فتح منهم خالص بقى. ملوك الجدعنة، سلام يا صاحبي، نسخه مشوهه جدا جدا، برضو نفس الحدوته الزعيق والسجع اللي مش مفهوم، حوار محمود ابو زيد اللي عمله قبل كده في الكيف وغيره، حوار السجع ده اللي هو معمول من 40 سنه، هم متخيلين ان هو يمشي دلوقتي. هو ماشي عند الطبقات الشعبيه، بس في الاخر انا بزود الرداءة، مفيش سيناريو مكتوب واضح، مفيش تفاصيل وبنى شخصيات واضح، هي في الآخر 2 شبيحة كل حلقة عندهم خناقة شكله الموضوع منتهي. هو الناس بتشبه ده بفيلم بتاع ده يا سلام يا صاحب، لكن أنا بعتقد بأن هناك فروق جوهرية بين هذا وذاك. أولا فيلم تاني فيلم لمدة ساعتين ونص، وفي نفس الوقت كمان لم تظهر فيه لم تتفجر فيه القنابل اللي من القذف والسب والاشياء والحركات والانفعالات الزائفه، لانه هنا كمان انت كمان هنا كمان بتخلط بين شخصيتك وبين الشخصيه اللي انت بتاديها، بمعنى انه انت ما بتعملش نوع من الفصل بين الاثنين. هنا انت هنا للاسف الشديد جدا المسلسل ما فيهوش قصه حقيقيه، ما فيهوش دراما. ملوك الجدعانة هي كان مفروض تبقى ملوك البلطجة. يعني أنا الحقيقة برضو عندي إشكال. أولا هم كدويتو أنا سعيدة جدا جدا بيهم، يعني إن كل منهم له جمهوره، سواء مصطفى شعبان أو سعد، كل واحد فيهم ليه جمهوره. لكن برغم كده اجتمعوا مع بعض وفي هارموني بينهم رائع في الأداء، فده الحقيقة أنا سعيدة بيه جدا جدا، وده كانت عندي من قبل رمضان كده، طب دول هيعملوا إيه الاتنين دولت مع بعض، لأن عمرو يعني كده أنا عارفة إنه الاتنين إزاي هيعملوا مع بعض، هيشتغلوا مع بعض هايلين. لكن أنا عندي إشكالية في الدراما نفسها. مالها؟ أنت بتقول إن دول ملوك الجدعانة،
الحقيقة كم البلطجة في العمل يعني عالي جدا 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 جدا، اللي هو قتل وعنف وفي حاجات يعني ايه اوفر مش اوفر، في اوفر. انا شايف المسلسل ضعيف جدا، في مشاكل كتير جدا على مستوى الكتابة، على مستوى الكاست نفسه باستثناء دلال عبد العزيز ورانيا يوسف. انا عندي مشكله كبيره جدا في البطلين الرئيسيين اللي هم عمرو سعد ومصطفى شعبان. اولا هم مرحلتهم العمريه اكبر من ان هم يكونوا بلطجيه بالقوه والسطوه دي، عاده اللي بيبقى في السن ده او في المرحله دي بيكون قاعد على جنب، غالبا المخدرات والخناقات الكتير جدا ودته في منطقة ما تسمحلوش ان هو يبقى بالقوة دي في المرحلة دي من عمره. يعني فكرة طبعا ان هم متصورين برا ده عمل حاجز كبير جدا، على الرغم من شعبية المسلسل وان هو غطى مساحة نقدر نقول ما كانتش موجودة، هي شخصية البطل الشعبي يعني، لكن هي ما كانتش بنفس الألق. مشكلة طبعا الديكور ما كانش بيديك إيحاء بأنه هو مصر، والمجاميع ما كانتش بتديك إيحاء أنه هو مصر برضو. نقدر نقول برضو بشكل كبير أن الحوار كان مبتذل شوية، دي كان مبتذل بزيادة يعني. فكرة محاولة أن أنا أفضل ألعب على السجع وأن أنا أعمل جمل معينة علشان تربط في ذهن الجمهور وبالتالي تتحول لترند، ده كان برضو الاكثار منه اضعف المسلسل. في ناس قالوا ان ملوكة جدعانة حقق نجاح تجاري وسحب جزء كبير من جمهور محمد رمضان اللي بيحب الشغل الشعبي. مش صحيح. الجمهور الحقيقي السنة دي كله شاف ثلاث مسلسلات: الاختيار، هجمة مرتدة، القاهرة كابول. دول ثلاث مسلسلات الاكثر مشاهدة. هو نجح تجاريا، وعمر سعد لايق عليه الدور، ومصطفى شعبان مثل يعني خد من عمر سعد ومثل ما استسهلش. لكن طبعا يعني في فرق جامد ما بينه وبين سلام يا صاحبي. الإفهات او الكلام الشعبي والسجع اللي كانوا مصرين عليه نجح معاهم او نجح اللي هم بيعملوه دلوقتي عملوا محمد رمضان في الاول، هم بيقلدوا محمد رمضان يعني، اللي عمله عمرو سعد ودول والإفهات ديت ده الشغل اللي عمله محمد رمضان من زمان، مش عارفة ليه بيقلدوه. هو ملوك الجدعانة أنا بشوفه أنه ملوك البلطجة، لأنه فعلا مسلسل سيء جدا لكيف تستغل النجمين لديهم جماهيرية كبيرة جدا زي مصطفى شعبان وعمرو سعد، وعندهم جماهيرية كبيرة وعندهم قبول وكاريزما، وتقدمه في هذه الصورة السيئة جدا اللي هي بيدعوا العفة وهم عندهمش عفة، اللي هم بيدعوا الشرف وهم مش شرفاء، يدعوا الجدعانة وهم مش جدعاء يعني. وبالتالي اللي حصل ان الجمهور بعد حلقات بسيطة عرف ان هم المحتوى اللي بيقدموه محتوى فاسد، فبالتالي ابتعد عنهم رغم ان هم رغم هذا الابتعاد، لكن ظل المسلسل لديه جماهيرية كبيرة، وده رجع اللي احنا عندنا نجمين لديهم جماهيرية كبيرة زي مصطفى شعبان وعمرو سعد. وكمان اللي وقع المسلسل شوية ان عمرو مصطفى شعبان تركيبة ملامحه تركيبة كلاس، تركيبة ولد ابن ناس، فبالتالي انك انت تقدمه في حارة شعبية حتى لو فتح صدره وبين جسمه برضو ما كانش مقنع الى حد كبير في دور الابن الحارة الشعبية. في اسئلة كتير صعب نلاقي اجابات ليها، يعني مثلا هو احنا ليه كنا بنحب بلطجة زمان لما كان فريد شوقي ومحمود المليجي يدخلوا يضربوا الخمارة كلها بكل اللي فيها، ودلوقتي مش بنقبل دور البلطجي وبنتهم اي حد يقدمه انه بيشجع على العنف وبيفسد الاخلاق. سؤال تاني، هي الدراما بتنقل واقع الشارع بجد زي ما هو، ولا هي اصلا بتصنع الواقع ده وبتعلم المشاهدين اصول البلطجة واخذ الحق بالدراع؟ اسئلة تانية كتير عندنا، لكن هنحاول نلاقي لها إجابات في رحلة نقد وتحليل الدراما المصرية اللي قربنا نوصل لنهايتها في الحلقات القادمة من المواجهة مع النفس. انتظرونا.